مره الشيخ الوالي رحمه الله على قال انا ما اقدر اخاطب طبيب الاسنان، اقول له ليش تحط بلاتين بالسن؟ هو يعرف ليش بس انا ما اعرف. نسال اصحاب الخبره اصحاب الثقافه الماليه حتى ليش البلد انحدر هذا الانحدار، مو حتى انا والله شنو انا مو صغارا بالناس، لا يجوز ولد شاب عنده فكره. توماس اديسون اكتشف الكهرباء وهو كان كسلان بالمدرسه، اعظم اكتشاف بالعالم وهو كان ترى فاشل بالمدرسه. نيوتن وانت تعرف نيوتن شنو مكتشف الجاذبيه، كسلان، طرد المعلم من المدرسه، قعد جوا نخل الشجره وقعدت التفاحه سببها. اعظم معادله الجاذبيه الارضيه هو حطها وهو انسان فاشل بالمدرسه. انا ما اقول لك حمل الشهاده، خلي الناس قلبهم على بلدهم، والله المخلص ببلده بالله الكريم ينجح في كل المجالات. احنا مع الاسف صدام قتل كل روح وطنيه عندنا، لانه احنا الفقير في بلده غريب. اتذكر اني طلعت مره من المدرسه الصبح لقيت كناسين بباب مدرستي، احكي لك هذا بال81، الكناس يقول له شفت صدام ينطل المصري 70 دينار واني عندي 5 اطفال وكاتبني جوع يعطيني 21 دينار، فيشعر ان البلد مو بلده. وهسه نفس السياسه، هو ياخذ ويطلع والورا يحترق ورايه. يعني أنا ليش ما أقول خطية جاري اليوم جوعان؟ ليش ما أقول هذا ابني؟ والله أبكي على الولد الآن بالجبهة وأتبرع لهم، لأن حلوكم يابس يأكلون بسكت ومي وإحنا الآن قاعدين جوا هاي النعمة، فما عندهم على بلدهم. ولا هو هسه حتى هم ذول السياسيين سووا هاي داعش، مو نص الناس ماتت من الجوع؟ ما انطوهم لعد، وين المواطنين؟ ما أدري يا ابني. أكيد هي أساس الفوضى بكل مؤسسة ترجع لعدة أسباب، منها أسباب إدارية، سوء بالإدارة وسوء بالتخطيط. إحنا عندنا سوء بالتخطيط وسوء بالإدارة، والسبب الأساسي والآن يعني كل الشارع العراقي يتحدث عنه هو الفساد، فساد مالي، فساد إداري. يعني ماكو أصحاب خبرة وكفاءة يوصلون للمناصب حتى يقدرون يديرون البلد. هواي عندنا خبرات، وعندنا كفاءات، منهم اللي هاجروا ومنهم اللي موجودين هنا بس ما يقدرون يشتغلون للأسف. بالنسبة للفساد المالي موجود بكل الدوائر الدولة، وهذا الشيء طبيعي أنه يكون بالعراق خاصة وبأكثر الدول الموجودة بالعراق وبأكثر الدوائر الموجودة، لأنه عين مراقبة ماكو متابعة على دوائر الدولة، ماكو تجديد على الموظفين. تكون الموظف ياخذ راحته باكثر من شغله، باكثر من فساد، باكثر من رشوه، تعاطي الرشوه باكثر من دائره، لانه بسبب ذلك يعني يرجع الى تراجع الدخل، دخل المواطن، تراجع الدخل، يضطر المواطن الى اخذ الرشوه تعاطي غيرها وغيرها من الفساد. يسوون يعني أكثر من معاملة يمشوها تكون غير قانونية خارجة عن نطاق القانون، هذا يرجع إلى ضعف الدولة، ضعف الرقابة على الدولة، نزاهة، ماكو رقابة، ماكو يعني كلها فساد. ما أعرف شلون تصرفهم، هم تصرفهم هسه بس نفسهم، وبكت أنا ما أعرف يعني شلون أتصرف إذا أصير، لأن ما أدري شون الشغل مالتهم. أي طبعاً واحد لازم يحافظ يشوف شعبش محتاج شي يريد، هاي الشباب هل يعني العوائل أكو هواي تعبانة، زين أنتو شنو بس النفسكم النفسكم النفسكم، ما شوفون المقابيل، ما شوفون ذول الشباب اللي بالشارع إيش يصير بيهم؟ لا اكيد اكيد مو بصوره صحيحه، اهم شيء لهم ويتعاركلون بالبرلمان على الفلوس وعلى رواتبهم، واكو عالم هوايه نازحه، واكو عالم هوايه يعني ما مدبر عيشتها. انت بوزير الماليه وانا بالنزاهه، وانا وياك بالحزب والغيري بالحزب، فما دام اكو محاصصه ما يقضي على الفساد، المحاصصه تقضي عليها انقضي على الفساد، ولو ما راح ينقضي على المحاصصه فالفساد باقي. والدليل على ذلك يمكن وراء اللقاء ولا ما يطلع باكر القرار مال هيئة النزاهة بالبرلمان راح يلتف الموضوع، راح يلتف الموضوع ويعبر حاله حال اللي عبرن، فإذا ما ينتهي المحاصصة ما تنتهي الفساد. يعني
يعني احنا ما نقدر نعمم يعني نقول الفساد في كل مفاصل الدولة، لا لا، يعني لناخذ النظرة السوداوية جدا. نعم هناك تخبط بالسياسة المالية أو حتى على مستوى كل مفاصل وزاراتنا، قلنا المحسوبية موجودة، الحزبية موجودة، الاختصاص قد يكون بسبب السياسات الحزبية ابتعد كثيرا عن المفاصل الحقيقية بالدولة. يعني قلت لك بدون هذه المعالجات ما ممكن يصير اكو إجراءات إصلاحية حقيقية. السؤال اللي انطرح لي انه قال لو كنت وزير المالية شو تسوي؟ قلت له اخذ الدخل واقلوبي. الله يبعدنا عن كل منصب. احنا دائما محبة الناس والشعب ان احنا كفنانين واعلاميين هي هاي رصيدنا بالحياة يعني، فما نتمنى اي منصب، لكن على العموم امنيتنا للعراق بالامان والسلام والمحبة، ودائما نتمنى الرجل المناسب بالمكان المناسب. فمرة ثانية شكري وتقديري لكم، وخلوا المالية الشخص يكون قد المسؤولية ويحمل على عاتقه هذا مسؤولية المالية العراقية، مو فقط المالية، كل يعني أنواع وكل المنافذ للعمل. وإن شاء الله نتأمل أنه يعني الشخص العراقي الأصيل المناسب اللي يكون قد المسؤولية وقد منصبه.